الروح القدس الله الواحد امين. احنا مش هنتكلم كتير، لكن بنلفت انتباه لبعض النقط المهمة في الاحداث الاخيرة في الاسبوع الاخير، ولا سيما الاثنين والثلاث. ربنا يسوع المسيح من اهم الاحداث اللي حدثت. لا صوت مسموع، مش انتوا سامعين؟ من اهم الاحداث اللي حصلت يوم الاثنين انه لعن شجرة التين. وقال لا يأكل منك أحد ثمرا قط، فيبست وجفت في الحال. وبعدين من أهم أحداث الثلاث اللي بنبدأه بليلة الثلاث، إن بدأ يتكلم عن المجيء الثاني. المجيء الثاني وعلاماته ومتى وكيفية الاستعداد ليه. وقال ان اليوم ده غير معلن، والكتاب قالها صراحة: ليس لكم ان تعرفوا الازمنة والاوقات التي جعلها الاب في سلطانه. في انجيل معلمنا مرقس الاصحاح 13 يقول: هذا اليوم وهذه الساعة لا يعلمها احد، ولا الملائكة ولا الاب، الا الاب. طبعا الابن والاب واحد في الجوهر، الله لم يره احد قط. الابن الوحيد الذي في حضن الاب هو خبر، فهو المنوط به الإخبار والتعريف. لكن تبقى بعض الأمور يريد أن تكون غير معلومة. فهنا ما بيقول ولا يعلم أحد ولا الإبن، ليس المعرفة بالتحديد هيجي إمتى، لأن هو اللي جاي هو عارف. وهو قال كل ما للآب فهو لي، يعني أنا والآب واحد. الله لا يدن الآب لا يدن أحد، بل أعطى الحكم كله للإب. ولكن هنا يريد أن يقول لنا أن هذه المعرفة لا يباح بها بحسب حكمته وتدبيره أن تكون غير معلومة للبشر. فاستخدم الاسلوب اللي احنا بنستخدمه لما نكون مش عايزين نرد او نخبر بمعلومة معينة. ده ممكن واحد يبقى مدرس، وربما هو اللي يكون وضع الامتحان، ويقف يراقب في لجنة، فتلميذ او تلميذة كده يتذاكوا عليه ويعملوا نفسهم ان هم مش فاهمين يعني يقصد ايه بالسؤال ده، يعني هو يقصد كده، يعني المطلوب كده يعني. فيرد المدرس يقول ايه، يقول ما عرفش. طبعا لما بيقول ما عرفش كده، اللي قدامه يعلم علم اليقين انه لا يقصد المعرفة في حقيقتها، ولكن يقصد بيه ان مش هقول لكم، ان دي امر لا يخبر ايه به في حكمته ان تكون غير معلومة. عشان كده يقول اسهروا. لكن ادنا علامات، العلامات دهيت احيانا في حاجات بتبقى في حياة كل انسان على حدة، وفي حاجات خاصة بالبشرية كلها وبحياة البشر في هذا الدهر.
فلما اتكلم عن المجيء الثاني ادى علامة قوية، قال من شجرة التين تعرفون المثل، متى لانت أغصانها فاعلموا أن الصيف قريب. ده امتى؟ في نهاية الأيام. شوفوا احنا الأحداث ماشيين احنا ازاي. يوم الاثنين لعن التين، يوم الثلاث يكلمنا عن ملكوت السماوات والمجيء الثاني، وده اللي هيحصل في الأيام الأخيرة. التينة لما لعنها مش في ذاتها، لأن دي نبات حياته وفقا للقانون الطبيعي اللي ربنا خلقه، مش أوان إثمار. فيها ورق زاهي وكبير ممكن يخدع اللي يشوفها من بعيد ويكون جعان يتعشى من انه يلاقي فيها ثمر، ولكن بالفعل ما كانش فيها ثمر. ودي كانت تشير وترمز للأمة اليهودية اللي بيدعوا ان هم اللي بيعرفوا ربنا ومتمرسين على الشريعة ومنتظرين الفداء والخلاص، ولكن إلى خصته جاء وخصته لم تقبله. فعشان كده في يوم أحد الشعامين بكى على أورشليم وقال لم تعرفي زمان افتقادك يا أورشليم، هوذا بيتكم يترك لكم خرابا. ويوم الاثنين لعن شجرة التين. فهنا شجرة التين تشير للأمة اليهودية، وبالفعل كلام ربنا تم وانتهت الأمة اليهودية وتشتت اليهود في جميع أنحاء العالم، وقال لا يترك هنا حجر على حجر إلا وينقذ، وتفرقوا في كل أنحاء المسكونة. لكن في الأيام الأخيرة قال من شجرة التين تعرفون المثل، متى لانت أغصانه أعلموا أن الصيف قريب. طب ده شجرة التين أنت يا رب تقصد بها الأمة اليهودية، يعني هتلين أغصانها بعد ما يبست في الحال. هيجي وقت تغدر ويبقى لها وجود. نعم، وهنا أمر معجزي، إزاي ناس عددهم محدود يتشتتوا في كل أنحاء العالم على مدى